السلام عليكم. اليوم نوري لكم الجزء الثالث من المارينا تاع الجزائر، وهذا الجزء اللي يقع في منطقة القريب من منطقة صابلات، وهي في الحقيقة فيها أجزاء كثيرة مازال لم نكتشفها، سوف نكتشفها في فيديوهات أخرى. المنطقة هذه هنا، كل المنطقة هذه من جهة منا مازال لم نصورها، سوف أصورها في مناسبة أخرى. اليوم نروح نشوفه من الجهة هذه، الجهة هذه من هنايا الأشغال مازالها سيرة، وكما قلنا في الفيديوهات السابقة يطغى عليها الأشغال، يطغى عليها البيطون، وبطريقة يعني بطريقة غير لائقة، طريقة سيئة جدا باستعمال هذا الخرسانة المطبوعة أو البيطون بريمي أو الإسمنت المطبوع هذا. والله شيء غير يعني شيء سيء جدا، وفيه مبالغة في استعمال هذا البيطون امبريمي، والله مبالغة كبيرة. وكذلك ملاحظ هو غياب طريق ميكانيك، فيه طريق من الفوق مخدوم بالبافي، لكن لازم يكون فيه طريق عادي يعني مخدوم بطرق عادية باستعمال القدرون، وفيه أرصفة وكذا، لازم يكون فيه طريق من هذا النوع أفضل. على الأقل لو كان الطريق هذا يكون على طرف التهيئة هذه، يعني على الشريط الساحل، يعني في الجهة اللي من هيه يكون فيه طريق يعني على الساحل يمتد إلى حدود برج الكيفان ومتى من فوست، يكون فيه طريق عادي ذات ثلاثة أرويقة، وتكون فيه يعني إمكانية للمرور، يعني حركة نتاع السيارات فيه، يكون كورنيش، لأن العرض هذا كبير ويكفي، يعني يقدر يضم طريق في الطريقة هذيك، ما حاش تنقص كثير من الشريط نتاع الميناء هذا. ممكن يكون فيه شريط يكون فيه طريق عمومي يقدر يستعمل بطرف ينقص حركة المرور يعني في الموجودة على طريق السيار، وكذلك الباقي يبقى مهيأ كما راه هنا نشوفوا فيه. إذا لازم السلطات يخموا باش يخلقوا طريق يمر من منطقة الميناء، ميناء الجزائر، إلى حدود تامن فوست، يكون طريق ساحلي كورنيش جميل، حتى ولو ما فيش بنايات مليح، يكونش فيه بنايات حتى في الطريق، تكون فيه تهيئة بالطريقة هذه، وطريق في الطرف مليح، حاجة مليحة. إن شاء الله يكون فيه هذا المشروع تاع الطريق الساحلي اللي ما حش ينقص كثير كما قلت من الشريط نتاع التهيئة نتاع الفضاء تاع هذا المهيأ، ما حش ينقص منه كثير. ناخذوا كاش عرض نتاع حوالي 9 أمتار، 9 أو إلى 12 متر، يكون فيه شريط لإنشاء طريق ساحلي يكون جيد ويكون مفيد جدا لل يعني للاستعمال. يكون فيه ما يسمى كورنيش، تكون عندنا كورنيش مليح، تكون كورنيش، ولا تكون كما نقولوا حنايا ان بروموناد على الساحل، وتكون فيه ان باليستراد تكون عريضه في هذا العرض هنا كما هذه، تكون ان باليستراد عريضه تاع 60 70 80 متر عرض على طول الساحل، تكون يصرد الباليستراد بشكل جيد، وفيها دي لومبادير كل 10 امتار ولا فيها دي لومبادير
وتكون في يكون ان فروند مار يتسمى، تولي عندنا ان فروند مار كما في وهران كما في كثير من الدول والمدن نتاع المحيط البحر الابيض المتوسط، عندهم دي كورنيش ولا بروموناد على شاطئ البحر. إذن هذه لازم السلطات تفكر فيها، والطريق هذاك راح ينقص الضغط على الطريق هذا، الطريق الساحلي هذا تاع المطار، ينقص الضغط عليه وتولي الناس تقدر تستعملو للتفسح هنا او للمرور باتجاه برج البحري وتامن فوست عبر هذا الطريق. هذا امر مهم جدا ان يكون عندنا طريق كبير بثلاث أروقة 9-12 متر ويكون على طول الساحل، حتى ولو إذا تطلب الأمر ردم الساحل مرة أخرى وتوسيعة يعني بناء طريق فوق الـ يعني الشاطئ تاع يعني الشاطئ تاع الساحل، يعني ردم الشاطئ ويعني إضافتي هذا الطريق هذا. هنا نشوف منطقة هذه من جهة اليمنى، هذه المنطقة كانت مبنية، هذه هنايا مبنية منذ يعني 5 أو 6 سنوات مضت، هذه قديمة. الجديد هو اللي راه جاي هنا في الجهة اليسرى، هذا هو الجديد اللي راه قيد الأشغال واللي الآن الشيء الإيجابي هو أنه فيه عمال راي تشتغل ويعني فيه إرادة للانتهاء من هذا المشروع اللي طالما أرقنا وأرق الجميع، ونحن أملنا أن تكون الأشغال بالمعايير الدولية، وهذا هو ما يبهدلوناش إن شاء الله، ما يبهدلوناش ويديرونا حاجة مليحة ويجلبوا أشجار مختلفة، ما يبقاوش غير بالنفس الشجر الواشنطنية، لأن نشوف هنا أشجار واشنطنية في كل مكان، ممكن يعني يجلبوا أشجار أخرى من أنواع أخرى، خاصة الأشجار اللي فيها الظل اللي تدير الظل. إذن وهذا اللي بيرغولا، هذا اللي رانا نشوفه فيهم هنا، هذا البيرغولا يعني نزيد نعود اقتراح اللي درته في فيديو آخر، أنه ممكن إضافة دي بيرغولا لينير، بيرغولا لينير أعيد كلمة، يكون بيرغولا طويل على طول مئات الأمتار، يعني يقدر الإنسان يمشي فيهم، يمشي ويتفسح تحت البيرغولا، يتوفر له الظل بدون ما يمشي تحت الأشعة نتاع الشمس. إذا تكون فيه بيرغولا على امتداد 100-200-300 متر، وهذوك البيرغولات تمد الظل، توفر الظل للمشاة، الإنسان ممكن يدير يمشي 200-300 متر أو يدير فوتينغ بدون ما يتعرض للأشعة تاع الشمس، خاصة الأطفال الصغار أو الكبار أو اللي عندهم مشاكل يعني صحية، تساعد كثير تكون فيه بيرغولا على طول الخط هذا، مثال تاع الحجارة هذا اللي نشوفوه هنايا على طول الخط، ممكن يديروا بيرغولا كما بالنوع هذا من خشب، وتكون توفر الظل نقولوا بعرض 3 أمتار بدون 3 أمتار أو 3 أمتار تكفي، والطول يكون فيه 100-200-300 متر، شيء ويمد منظر جميل برك، خاصة إذا كانت البيرغولا مخدومة بشكل جيد. إذن هنا ندخل في المنطقة، آخر منطقة تاع الصابلات اللي تم يعني الأشغال فيها، هذه مدة تعود إلى حوالي 6 سنوات. نشاهد الآن هذو لي بيرغولا اللي كانوا قدم، والشيء الجديد هو أنهم تم صبغوهم بالأسود، من الأول كانوا يبان الخشب الحاطب تاعهم، الآن صبغوهم باللون الأسود. إذن والصباغة لازم، علاش؟ لأنه إحنا هنا رانا في منطقة قريبة للبحر، فيها
فيها الهواء المشحن بالأملاح يأثر على الفيرني يأثر. إذن تسبقوا للحماية تكون فيه دي بينتور إيطانش دي بينتور بلاستيك سكون أبل بينتور بلاستيك ألي بينتور أكريليك هما سي دي بينتور عندهم ليطونشيتي. وهنا نشوف الشباب الجزائري يتمتع ببعض العائلات تجي هنا دير تفيتي لي زانيفيرسير تاعها شي جميل تحت البيرغولات هادويا يجيو يفيتيو لي زانيفيرسير. وكذلك في شهر رمضان لاحظ انه فيه كثير من العائلات تاتي هنا لافطار في رمضان يجيبوا الاكل معهم وينتظروا الافطار في رمضان. هذا شيء ايجابي كثير. وهنا نشوف محل يظهر انه جيد فيه بعض المحاولات لخلق نوع من النشاط في هذه المناطق. وهذه المحاولات لازم تكون فيها خاصة نأكدوا عليها تكون لافينيسيون في الأشغال تكون الأشغال نديروا أشغال اللي تدوم عشرات عشرين ثلاثين قرن من الزمن لازم تكون أشغال دائمة ماشي نديروا أشغال تاع بريكولاج تجي الأمطار تريب كلش. إذن هذا مهم جدا. وهنا نشوف هذا البيرغولات هادو يستعملوهم كثير العائلات نتاعنا وهذا أمر إيجابي. إذن هنا تنتهي التهيئة هذه اللي كنا نتكلم عليها تنتهي هنايا. وهنا نلاحظ أنه في بعض التهيئات هنا نشوف في هنا كاينه مرفأ جديد. هذا يعود مش جديد كثير يعود الى حوالي سنتين او ثلاث سنوات تم انشاؤه لكن ما صورتوش. صورته خطره في الليل جيت في الليل صورته لكن تصورت يعني التصوير كان كان سيء. وهذه الشاطئ هذا راهو كبر كثير اصبح كله رمل. لكن الشاطئ هذه نعاود نقولها انه الشواطئ هذو غير صالحه للسباحه لان كل الخليج تاع الجزائر العاصمه كل الخليج فيعتبر ملوث ملوث وملوث. فاذا لا تصلح السباحه في خليج الجزائر. هذه اعيدها واكررها. فهذا الشاطئ هنا المفروض يتم تهيئته لشيء اخر غير الشاطئ يقدر يكون شاطئ مليح للتفسح لكن غير قابل للسباحه.
ما عليه الشراء. انا شراء والله من هالطريق.